الفخار تعليم فن الخزف والفخار لفئة التريزوميا هي مبادرة خاصة لهذه الفئة وفرصة لهم لتفجير طاقتهم. نتابع في التقرير سيد أحمد هديبل. هي ورشة لصناعة الخزف والفخار فتحت أبوابها لفتيات من فئة تريزوميا 21 الذين تفننوا في تجسيد مجسمات من مخيلاتهم في أول تجربة لهم. خدمنا هذه كبيرة وشكونا هذه غزومي وتكمت هذه وندودتو هكا هكا وسكنت وحدي. وعجبك الحال بزاف؟ ايه حالة نجي. أنا يتمتع نكاس كما هادي تتلو هسكال تتمليه أبقى فلات هذا نعرف نفيا نعدم هكذا. فتح الورشة أمام هؤلاء الأطفال مرة في الأسبوع فرصة لإظهار مواهبهم التي بقيت حبيسة لانعدام الإمكانيات الخاصة بهم. مبادرة حسنة، يعني إحنا ربي خلقنا من الطين رانا ولينا للطين، وتفاعل الأطفال مع هذه يعني حاجة جد رائعة. وراهم الأطفال كما راك تشوف راهم ناشطين مدى بهم، وشنو احنا مدى بينا تتكرر خاطش هاد الأطفال باش يتعلموا بالتكرار، يكرروا باش تدخل في راسهم هذه مليح. نسيدي نديرو اون سيونس انفون تريزوميك وان شاء الله مبادرة ساسباس تخي بيان، دونك ان شاء الله تكون نعبدوها ان شاء الله. دونك اون فافير ان بروغرام باش نديرو اون سيونس بار سيمين، كل جمعه ابخي ميدي نديرو اون سيونس بور لي تريزوميك. مبادرة افرحت هذه الفئة التي عبرت بطريقتها الخاصة بصنع اشكال قد تكون سببا في نجاح احداهن في فن الخزف والفخار. برافو اسماء.